يلعن الفوتبول على ابو الفوتبول على ابو المانيا على ابو البرازيل على ابو المونديال كله على بعضه على ابو هالشعب الحمار اللي عنا. هلا توفى شاب بسبب المونديال عنا، بس فرق على ان ربحوا البرازيل، نطلوا واحد على الالماني اسم الله عليه وترقوا سكينه. ليكي هلا اهله قايلين القيامه، يا الله يا الله دخيلك، يا الله يا الله دخيلك، هيك بترفت عين بس كرمال شقف الطابة على هالعالم على هالمونديال وعلى هالزبالة. هو جارنا اسمه شفيق شماس ابنه وصهره، صهره من بيت برايتي، نزلوا تنيناتهم لايهم فاتوا على القهوة كسروا الإزاز وضاربين السكينة، اجت بقلبه السكينة. هذا إذن مشهد من مآسي المونديال لبنانيا، صورة لا ترقى إلى مستوى الإنسانية بشيء أو إلى الروح الرياضية. الضحية شاب عشريني هو محمد زاهر من بلدة حاريس الجنوبية، قضى في محلة حي السلم في الضاحية الجنوبية ليلة أمس بطعنة سكين على يد اثنين من جيرانه من الهرمل، أحدهما من آل شمس والآخر من آل برايطع، والذي تردد أنه فر إلى جهة مجهولة. تكفي صرخة هذه السيدة ومن دون تعليق إضافي. سياسيا، هل يتأهل الحريري البرازيلي أم يخرج خائبا للمرة الثالثة من قصر بعبدة كما حل بألمانيا أمس؟ هل يتأهل وليد جنبلاط ويعطى الوزراء الدروز الثلاثة؟ هل تتأهل القوات وتعطى وزارة الدفاع؟ هل يتأهل سنة غير المستقبل فيحظون بمقعد حكومي؟ هل يتأهل السريان والعلويون؟ الرئيس الحريري رد على بعض هذه التساؤلات، فحكومة 24 التي يحمل مشروعها لا تعطي أي فرصة لتمثيل السنة خارج عباءته، أو لتمثيل الدروز خارج خيمة وليد جنبلاط، أو لتمثيل الأقليات. والسؤال، هل بدأت انتفاضة ناعمة للرئيس المكلف لاستنهاض الشارع الصديق؟ وعبارة أنا الرئيس المكلف وأنا من يؤلف تحمل أكثر من مرقية مستعجلة، أولاها لرئيس الجمهورية وثانيها لوزير الخارجية وثالثها لسنة 8 أذار.